ووصلنا لمساحتنا الأخيرة بصباحنا غير، ورح نكون فيها مع مهنة وحرفة كتير أساسية وسورية بامتياز، هي النول. يعني رشا، قديش بنعرف هاي الحرفة اليوم مرتبطة اليوم بالجدات وبالسيدات، وتطورت هاي الحرفة كتير عبر الزمان. اليوم رح نطبق فعليا بالاستوديو ونتعرف أكثر على عالم هاي المهنة، وبسعدنا نرحب بالحرفية مديحة نعمة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباحك مديحة، كيفك اليوم؟ هلا اليوم ما جاءنا الدنيا بالاستوديو بس بتمرق هي الفكرة، انه هو بده عن جد مساحة، بس اليوم هيك حبينا عن قرب نعرفكم شو هي آلة النول وكيف بيتم الشغل عليها. مديحة، نحن عم نشتغل بدنا ندردش، أول شيء كيفك؟ كيف صباحك روى؟ والله الحمد لله تمام، أكيد بوجودكم بنكونوا كثير منيح. شو عم نشتغل؟ هلا انا عم هذا النول، اول شغله الاربع خشبات، ابسط نول من اول ما خلق النول يعني. فعم بشتغل هون شال بخيط المهير، هاي قطعه خالصه، وهلا حفرجي المشاهدين على طريقه الشغل. خلينا عم نشتغل وندردش. هذا اللي بنسميه احنا النول المنزلي صح؟ البسيط. لا هلا نحن كان هذا الاساس القاعدي، انا اخذته هيك استاذي، اخذت الداتا العمل مثل ما بيقولوا يعني. هاي بكل نول ثابت ولا متحرك لازم يكون في هاي المكان نسدي الخيطان، فانا حتى ما نحرم النول من انه يشارك بالمعارض. بعدين الحاله اللي صرنا فيها النول كان بده غرفه كامله لحاله، صحيح. هلا صرنا بننتقل فيه باي قرنيه، طبعا هذا كان موجود نفس هاي الاعمال بس بابسط من هيك كمان بالبيت. لو شو عم نشتغل مديحة؟ شو عم تشتغلي؟ عم بشتغل شال. شال الكتاف؟ ايه شال الكتاف، ايه. هيك هلا مطلوب مني انه نحن مثلا خيط المهير عم بعمل منه شالات. شال مثل اللي هدول موجودين على الطاولة؟ لا اللي عندك. من عندك؟ اللي عندك كأنه صوف؟ هلا مواد مختلفة، خيطان من فيك تقولي غطى طاولي وفيك تقولي كمان بشو تقيل بالوزن؟ ايه بالوزن ايه جدا، ايه بدف يعني في بنعمله. لا هاي لا اللي عندك مانو شال، الشال مثله هو غطى طاولي. هلا بتشوفي الشال هون اللي عم بعمله شقد خفيته، كثير خف الريشي بس الدفى كثير. هلا نرمين اليوم بتعلق بقصة الشالات كثير، كونه نحن جايين على شتوية كثير حلو اليوم نستعرض هدول القصص. هلا الشال اللي بإيد نرمين شو القطب أو شو الأمل الخيط؟ هذا حرام، حرام لبيبي. إيه بيبي. فيك تقلبي هيك بعد إذنك الوش؟ أكيد حاطة شيء عليه؟ إيه لا الوش الثاني حبيبتي، إيه إذا ممكن. إيه هذا بيقولوا له قطبة الياسمين. إيه هلا هذا النول عم يطلع أكثر من منتوج، كل قطعة من هدول القطع إلى نول خاص. أنا عم طلع كل الإنتاجية على هذا النول. طبعاً مثل ما حكيت اختصاصات، هي النول بيطلع بسط، نول بيطلع حرامات مثل هيك، نول بيعمل بشاكير، بس أنا هلا بالنسبة لإلي إنتاجيتي عم تطلع الحدف البسيط يعني النسيج البسيط، قطبة الياسميني، وإسا في كمان ممكن نعمل أشياء مختلفة كمان. حلو إنه هي رغم كل التطور اللي عم بنعيشه، رغم كل السوشيال ميديا، ولكن اليوم نعمة ضلت مديحة ضلت محافظة على هذا التراث. قديش اليوم نحن فقدنا لهي القصة؟ والله هي للأسف ثقافة التراث انقطعت من البلد بوجود أسباب مختلفة، ما بعرف، لازم نحن نحيي هذا الشيء ومسؤوليتنا كلنا. اليوم كنا عم نحكي هيك عن أنواع الخيوط، صح. كل شيء له نوع. إيه طبعاً خيطان نحن عادة بنشتغل خيطان الصوف والقطن على النول. في كمان شيء اسمه بيلبسوا كانوا بالناس الاتياب القدماء بياخذوها للنواله بيقولوا له اعمل لنا شيء منا. كانه عم نشوف شيء قديم. نرمين شوف شو عندك. ايوه هاي لا هنيك هاي. أيوة هاي في على ظهرها حاطه قطعه نول. يلا هاتي لنشوف استاذي. في استغراض نحن بنشوفهم. خلينا نحن عم نكمل بالحيل على الارض عم نكمل. خلينا عم نكمل نحن بالشغل. اوكي طيب هلا هي شو؟ هي غطا طاوله بس فيها شوي ديكور بسيط كمان. حلو.
ليش عم تروحي دائما لهي الالوان كانه ما نرمين عم تروح للالوان الازرق الاخضر والازرق وتدرجاته هلا بصراحه كل الالوان بتلزم النول يعني بس انا هدول استهويتهم وفي قطع تانية بس ما جبنا غير اللوحه كمان مثلا هلا بنشوفها هلا بنشوف اللوحه هلا هذا الشال عم تشتغلي قد ايه بده وقت لحتى يخلص معك حسب كبره هلا هذا اكبر من هذا هذا على القليل بده يومين هذا انا بحب هذا اللون في عندي الوان عجيبه غريبه يعني في كثير الوان منه فنحن انا مختاره لهذا اللون وهذا اللون حتى يكون يعني اللون الأخضر من زمان يعني الحرف طريق المطار وين طيب قربي على منطقة هذا الحسابات الثانية بتمنى أنا أمنيتي بصراحة نكون بين العالم أي أرني بالشام أي أرني بأي محافظة ما عندي مشكلة خالص فيها بالعكس طيب بناتك أو أولادك مثلا ما عندي ولا. ما عندك طيب خلينا إن شاء الله يا رب هيك الله بيدعمك خلينا نحكي كمان اليوم بس الجواز كمان لا ما في يعني صعبة صعبة تعليم اليوم يعني اليوم بنربين إذا حبيت تعمل قطبي بتزبط معها أنا لك يعني إذا بدي أطب خيط ما يعني فاشلة جدا شو هالاعتراف ما بدي احرج على يعني عم حاول القط منها طيب بس خلينا هيك يعني نشوف مثلا اذا عن شغله سهله اللي قالته رشا انه حدا ابدا ما بيعرف بموضوع الخياطه بيقدر يتعلم اي طبعا كانه خيط اي خيط لا عم تاخذي هلا هذا ابسط النسيج مثل ما بيقولون نحن بناخذ خيط اي وخيط لا وهي بيعمل طبقات حلو. مجرد نحن ما عملنا طبقات يعني النول انه هو بتعملي بتفرزي الخيطان طبقات هاي بتمشي مع هاي مع هاي بيجي نحن يعني لازم ايه لا ايه لا مثلا طيب واذا نحن اليوم غلطنا ب متفكه ايه عادي عادي هاي شفتي يا مخرج فينا نفكها لا فيك تفكي وفيك تجربي بالعكس شغلة كتير حلوة وبسيطة جربي تفضلي هيك هلا شوفي في جربي انت خلينا نعلمك اليوم كيف ممكن هلا عفوا اشرحي لي هلا هذا صار بده يجي فوق هيك وانا فوق هيك هيك بندخل شو الخيط هون ما دخلي هلا هاي طيب. خلينا نخلي نرمين تشتغل لحالها شوي لنشوف بدها تزبط معنا نرمين اليوم المكوك واو هاي المكوك نحن بس ما بنشده كثير مشان ما يشد ما بنشده كثير هاي اول خطوه ما بنشده لا بنعطي مسافه كمان للخيط شايفه شلون كيف مرتاح هيك في مشط بعدين بمشط هلا هذا الخيط ما بده كل هالقد هلا حضرتك حتجربي هيك هيك تمام بندخلها يلا جربي بقى كان النوالة يقولوا ما ليش أول مرة ما منشدو ما منشدو نلقي تمام بعدين شو هلا إيه لا هاي فوق انتبهي لا تانية إيه لا إيه لا تمام بس أنا عم يعلق تمام خلاص سهلة سهلة طلعت يعني شغلة خلاص نعتمدها بعد الدوام ما منشدها طيب. أنا بشجع عفوا بشجع كل بيت يكون فيه نول والله يعني فكرة حلوة خصوصا أنك أنت عم تقليلي اليوم في كذا النول هذا شو هذا؟ هذا أصغر نول وأنا جايبة منتوج صغير منه بس ما خلينا الظاهر ما الكاميرا. طلعت ما جبتوا الأغراض كامل هذا شو ممكن يطبق عليه؟ هذا من عمل منه ما قلت لك انا جايبه قطعه عاملين على هاي واصغر في هسه عندي نول اصغر من هذا كمان ممكن نعمل كمر ممكن نعمل ايد هلا بالشتاء يمكن الكفوف والطواقي ممكن لا نعمله ولا هذا لا ما بيطلع الشنطه طيب خلينا نحكي عن النول يعني في كثير مثلا كثير مهن تتطور يعني مع الزمن بتتطور نول شو ممكن مثلا يتطور مع الايام او شغلات يعني مثلا ممكن نضيفها هيك بتواكب اكثر الموضه والعصر مواكبه الانتاج هي اللي بتحيي يعني انا عم بحكي لك انه نحن بابسط من الانواع يعني اربع خشبات مثلا تتخيلي انه يطلع منه جزدان هاي حنصير هيك ناخده عند زلمه بصير هذا جزدان
اه بدنا ناخذه لعند حدا لحتى نشوف المنتج. لا انا عامله شيء الاغراض مدري وينهم. هو بده درزه كرمال تسكري فيه الزوايا. بس انا عامله يعني عامله حتى على ايدي بالشنطه الباقي الاغراض. اليوم المشهد النهائي للقطعه اللي على النول موجوده، شو ممكن يعني بدها تصير هيك؟ ايه تسمحي لي المقص؟ طيب خلونا نقص. هلا اليوم مديحه كان هذا تيست لتجربه لهذا الشغل، اليوم هذا جاهز فخبرتنا كيف الطريقه وهلا كيف نحن حنقيمه على النول. طيب تفضل انا امسك لك اياه. انا لا ما في داعي خالص، كثير شغلته سهله. بس انا اذا حدا حابب مثلا رسمه معينه او شاف شيء مثلا على النت وجاب لك الصوره بتقدر بتطبقي له اياها نفسها. طلع من المقص، كان هاي المقص يا عملي معروف. شكرا. هلا نحن كل شيء بيطلع على النول، كل شيء يعني نحن هلا حفرجيكي انه هدول الشال ايش قدو شغلي حلوه بتطلع. طيب انت عم تقصي مديحه ما بتخافي؟ نحن نعقد كانه ما في عقد. انا عقدته. اه معقودين اول وحده. ما هي هون انه نحن في طرق للتربيد. انا ناهيه بالعقده معقدته خلص ما عاد يفك. لو انه انا مثلا ماني عاقدي بدي اضطر فكه بطريقه ثانيه وطلعه. هاي هلا حفرجيكي. هيك حلو. واو لا كثير حلو. هاي هلا بدنا نقلبه هيك. هلا هو نحن فينا نعمله على طوقين صح؟ اذا بدنا نلبسه خلي دقيقه. يلا انا ما حانزع لك القطعه، خلي القطعه سليمه من عندنا. امسكي شوي بس. تفضلي. لان التثبيت معنا اليوم. خليني ارفع لك يا معلش. لا 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 ما في داعي. مشان توقفي. لا معلش بس دقيقه واحده. قديش بده الواحد يكون داير باله لانه اي شيء ممكن تنتش القطبه صح؟ ما بينصير شيء. نحن شغل متعوده متين. طبعا كانك محابكتيها زياده. لا لا طبيعي انه في حال انتزعت القطعه. لا ما بينتزع شيء، ما ممكن تنتزع. خلينا نذكر قديش اخذ معك وقت هذا المشال. اخذت تسمحي لي بالمقص. تفضلي المقص. يلا تفضلي. نحن ما في قطعه بتطلع بسهوله، ما في ابدا. بدها على القليله يومين ابسط قطعه. هلا يومين ما انا كثير وقت بهذا المجهود يعني. بهذا الاشياء عم اقول لك ابسط قطعه. نحن خليني بس هيك شوف. هلا بنفردها هي. هلا غسيل هاي القطعه. خلينا هيك نعطي نصيحه بالمي البارده بعرف ولا فاتره؟ ما بنحط المهير بالغسالة. لا ما بنحط بالغساله هذا لانه خيط المهير شوي حساس. فنحن هلا اليوم الالوان لابسه انا يمكن تمرق معه. تزبط لا خلص. شوفي شو حلو وقد ايش بيلبق مع كثير قصص وبيدفي. انا بس هيك منظره الواحد صار بيستقبل الشتويه بقلب قوي. شتويه لا شتويه لا شتويه بدها جاي شتويه. حتى عم نشوف مديحه انه عم يدخل شغل النول ضمن الالبسه الجاهزه. معلش هيك نستعرضها. هلا انا هون عامله مثل تزيينه للظهر بهذا نول مختلف كمان. نول مدور. ايوه انا جايبه كمان. هلا يمكن دائما احنا بنرجع لقصه احياء التراث المادي واللا مادي ان كان بال قديش عم نشوف رشه استخدامات للنول طلعت متنوعه يعني. هي مو بس شال او غطا طاوله، لا عم يكون ايضا فينا نعمل منها لوحات لزينه صح بالبيت. هلا هاي قطعه نحن كمان هاد نول. هاد نول صح؟ ايه هذا نول مدور شكل ثاني. ايه بس نحن طب شو بيفرق يعني هون القطبه بتطلع مختلفه عن القطعه بتطلع مدوره. هاي هون قطعه انا عملتها يمكن اكثر شيء للطاولات يمكن او شيء. هلا هاي ممكن تطلع حتى جزدان، ممكن تطلع للطاوله، ممكن تطلع مثل ما بيقولوا وجه للمسند. هون الاطباط كانه مختلفين صح؟ يعني من جوا لبرا مستخدمه كذا قطبه. هون مختلفه الالوان. هلا هي طريقه النول انك انت عادي عادي. هلا ما بصير لا ما في ضرر. يعني النول اول شيء بده حدا كثير رايق يعني فكفك بده حدا باله طويل مثلي انا يعني انا بتضايق بكون كسرته. هي هون انت بدنا نحطها بالخيط وهيك كمان في لها طريقه بالشغل. ان كان انا بالابري ولا هي هي ايه مو ايه لا ايه لا لا ايه ولا وكمان تعقيد. ايه ولا وتعقيد بلا ايه لا.
يعني انه نحن كلها على طريقه الحذف نحن بنقول له الاي ولا، بس بتفرزي الخيطان طبقات مثل ما شفنا اليوم كل نول له موديل وله طريقته بالحبك وطريقته بالموديلات. مديحة كثير انبسطنا اليوم بهذا الجو الحلو اللي رجعتينا له، بنتمنى لكم الدعم الكافي لكم لانه انتم اليوم اكيد بحاجه لدعم كثير مهم كرمال تضلوا محافظين على هذا التراث. اكيد بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا، كل التوفيق اليوم، وهيك شكرا للشغل الحلو اللي فرجيتينا، رجعتينا لايام زمان لشغل مثل ما بنقول الجدات، وهيك حتى الصبايا يعني كمان ممكن يلاقوا فرصه مشروع صغير ليشتغلوا فيه. اكيد خصوصا انه هو باب رزق نرمين اليوم بضمن هاي الازمه، كثير احنا بحاجه يعني كونه هو مشروع بيتي، فنحن اليوم الصبايا فكروا بالقصة يعني وحتى ورشه مزبوط. يعني انا عندي مجموعه من النوال، اكثر من نول مو بس هذا، اشكالهم كثير الانوال وطبعا في تطور للانتاج، يعني نحن مثل ما حكينا انا بشغل ورشي كامله فبدي اذا انا بدي اشتغل على اكثر من نول بدي اكثر من صبيه مثلا تساعدني او شب. حلقه ثانيه ان شاء الله مصور شيء وبنعرضه هيك بصباحنا، نحن رح نختم معك صباحنا لليوم، وان شاء الله هيك كنا على ذوقكم وكان الشعل حلو لليوم باخر فقراتنا.